يا ريال عذبنا انت من كثر ما تقرا الجريدة عنب ومنين الا هذا يا ماسك التليفون وانت جالس تقرا الجريدة. يمعه يمعه طب التليفون عنك طب التليفون. يقول لك واحد معلن عارض قصايد للبيع لمن يرغب من القبائل. بتصلبك بعدين بتصلبك بعدين. باي 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 بخبرك خلاف حبيبتي. يلا باي باي باي. ايش قلت؟ قصايد للبيع. اكرم عليك لا تقول ياك النبأ. معقوله؟ معقوله ونص. وشو ارقامه فلته مو منقعه. يعني اللي فهمه من كلامك ان القصايد الحين استوت تنباع عشرات الارقام. شو رايكم نتصل فيه وناخذ اخباره ونشوف صدقه من كذبه؟ حاضرين يا اخوي ولا همك. ان شاء الله. قلنا لك يا اخوي تعال للمكتب. يلا مع السلامه. مع السلامه يا اخوي. الاتصالات وايد صدق. رد رد خذ راحتك. لا خلاص. اتصالات وايد يا اخوي. خلينا مع الصامة الحين. تفضل. انا قاصد منك يا الشارع. امر. شو اسمك بالخير ولا ممنوع؟ انا الشاعر وبس. لو ابغى حد يعرف اسمي كان ما بعد قصايدي. لا يعني بس بغينا نتعرف. شوف اخي مثل ما انا ما ابغى اعرف اسم اللي ياخذ قصايدي، انا بعد ما ابغى يعرفون اسمي. تقدر تقول توب سكريبت. التوب سكريبت ها؟ المهم شاعرنا ابغى قصيده من خاطرك اعدها على ربيعة المقاطع تني وهب راضيه ترضى. عشان كذا نصيتك. ابشر يا ابو الشباب. ومثل ما قال مثل واسمها قبل لا تضلع. وانا تحت امرك بشو ما طلبت. والله ننسى الاكرام ما حات العشاء ومن دامك انت اول واصلين ومن الصبح ما بحاسب مثل ما حاسب الناس. ما تقصر والله يا شاعر. الا كيف تحاسب الناس؟ مرات على الكلمه ومرات على عدد الابيات. واذا كانت القصيده فيها وياء وهالعبارات ثمنها غير. واذا كانت مقصوده ومفنوده لعرب احشام هاي ثمنها غير. يعني كم تبع لي؟ 2005. واعتبر القصيده لك ومنظومتك. ايه بس مو كنا وايد. ترى عندي شغل وايد وما احب حد يتردد. عطني 5 نيطان زرق بينزلن زياريني. ولا الرب يحفظك. يعني هذا اخر كلامك؟ وانا شقلت لك. زين عيل متى مر عليك؟ شو تمر؟ انا بيلس اسلف لك كلام. اصبر رشفت فنيان قهوه مثل ما يقولون وخذ قصيدتك وياك. عيل ما عليه بس اسحب المشين فلوس وبيك. هذا الكلام الصحيح. سر مشينك واسحب نيطانك وتعال خذ ابياتك اللي بتخلي ربيعتك يتيك زحف. الشاعر العاشق جمعة بن عتيج. Thank you.
صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. قلبي إلى قلبك. كيف حالك؟ كيف أصبحت الشاعر؟ الحمد لله. خبرنا إيش تشتي؟ معانا فاصوليا ومعانا فول ومعانا الكبدة ومعانا الخبز والرشوش. وشتني؟ عطني كبدة. كبدة إن شاء الله مع خبز رشوش. لا لا، كبدة حارة، فلفل أخضر. فلفل أخضر إن شاء الله. هات أنا فلفل أخضر والكبدة. جهز الكبدة يا صبي. قصيدة لأم محمد مناسبة تخريج ولدها محيمين من الجامعة، وقصيدة للصغيرونة أروى اللي تحب الحلوة، وقصيدة بمناسبة شفاء أبو عويضة من الرضاخ مع كتابة بيت يذكره بعدم تناول إبرة السكر وحبوب الضغط، وقصيدة لأم حمد بمناسبة خطبة بنتها الغالية مهرة وذكر المهر، قصيدة مناسبة عقد الشراكة بين شركة أبو مانع وشركة فوكدا اليابانية، قصيدة في الناقة السبوق، وقصيدة في فوز نادي ألو. ألو. هلا ومسهلا، من وصلت وقبل لا تظهر بيت أهلها؟ هلا والله بشاعرنا ورمز إحساسنا. أنت منو؟ أنا بصراحة واحدة معجبة واسمي العنود، وحابة أشوفك علشان أخبرك بسالفتي وتسوي لي فيها قصيدة. يا صالح نزل الطلبية الكبدة يا عقل جماعة. أسمع عندك ضجة وايد، أنت وين؟ لا لا، أنا في الأبريوش أتريق. حسافة، يا ريتني ما تريكت مع أمي، كان جيت وتريكت وياك. ها؟ لا لا، تريقوا يا أمي شحسن أبرك. أنا أحب الكروسة والشوكلت والكافي لاتيه. جينا نحييكم ونسلم على الكبدة الآن. شيء عندك دقائق بس وكل حاجة موجود، والشاي الأحمر والأخضر كمان. يلا يلا سريع سريع. لا تعرفين أنت لبروش مدروس الصبح ناس، ايه ما ينسمع اللي يتصل اللي ما يتصل. زين عيل، انا بخليك الحين وان شاء الله بتصل فيك بعدين. بنتظر مكالمتك. اوكي غناتي، يلا باي باي. يا راعي لابريوش، يلا مع السلامه. ابغيك تكتب لي قصيده لا صارت ولا استوت، كلها مشاعر واحاسيس، فيها حب، فيها عصيان، فيها أنين، فيها أشجان. حاضر، بشري العنود، ما طلبت شيء، اعتبر قصيدتك ذاهبة. إنزين يا شاعرنا، وكم بتكلف القصيد؟ لعيونك نحن ندفع أبيات ومال، والقصيد يفدها الجمال. تسلم لي إن شاء الله، بس ممكن تحدد لي موعد علشان أيك؟ موعد؟ أنت تين أي وقت، أنا 24 ساعة فاضل لك. يعلني أبداك إن شاء الله. يا عيني ما تبتيش، تراني أتعب ما أقهر، أذنات الدون تأثر علي وتخليني مغفي ولافي ولايث. الله يا شاعرنا، شو هالبلاغة؟ والله اللي يسمع هذا الصوت لازم يير الربابة ويون. ترك أخجلتني يا شاعرنا. المهم أبغي منك موعد علشان أي أخذ منك القصيد. أنا قلت لك أي وقت. لا يا شاعرنا، بصراحة أنا أبغيك تحدد لي موعد علشان أي شيء منك القصيد. ها؟ موعد علشان تستلمين القصيدة؟ الله يلعن إبليس، قال ما أسير مكان وأشوف وحدي. أيوه يا أيوه. المهم
القصيدة بتكلفش 3500 درهم. أوكي، والفلوس جاهزة؟ إنزين، إذا ما عليك أمر حط الفلوس قدامي حتى تلتهب قريحتي ويهل الكلام. بس شو عندك أبوي؟ شو عندك؟ شوف شاب، تعرف إن الخيانة شيء رهيب. خلاص أنا بسوي القصيدة عن الخيانة. بقول لك سالفة كلها. كنت أحب واحدة. ما مشكلة القصة، أنا عرفت الموضوع إنه عن الخيانة والخاينة. لا أخي، الخيانة شيء فظيع. إذا تبغى القصيدة باكر مر علينا عقب الظهر. وين المكتب؟ هذا المكتب اللي ياسفين انت، هذا المكتب. زين، شوف أخوي، أنا بتحمل على عمري وبي باكر، عشان بس تعرف إن كل شيء هون ولا الخيانة. الخيانة شيء ما بسهل. الخيانة شيء مريع. اسمح لي الحين، أبغي أنام. يلا وداعة الله. يعني زارو خفف. زين، بس لا تنسى الله يخليك. لا ما بناسي، لأن الخيانة شيء الكبر. شوف باكر بيك الظهر الساعة 8. يا أخوي الله يخليك، لا أتي ولا تتعنى. والقصيدة؟ أنا بوصلها لك للخاينة بنت الكلب اللي خلتك تيني. ما تقدر توصلها لها إياه. ليش؟ لأنها ماتت. شو؟ ماتت وخلتني بروحي بهالدنيا، خلتني بروحي الخاينة. الخيانة شيء تافه، شيء حقير، شيء واطي. اطلع برا. سأل قصيدة وين؟ اطلع برا اقول لك. سلام عصب. اطلع. ماتت. شيء مؤلم. برا اقول لك. قلبي ما عاد يتنسم هواك، ربيعتي طلعت شاعرة وردت على القصيدة اللي سويتها لي. زين شو استوى الحين؟ رد عليها بقصيدة وهي بترد عليك بقصيدة وخلنا نربح. شو؟ أتغشمنا وياك يا ريال، بس أبغي أعصابك تهدأ. الحين شو طلبك؟ أبغيك ترد على قصيدتها هذه. وهذه القصيدة شو تقول فيها؟ اسمع، أنا اليوم قلبي ما عاد يتنسم. بس عرفت الباقي. وأنت كيف عرفت؟ هذه سهلة، وأنا شاعر أعرف القصيدة من مطلعها. المهم بسوي القصيدة ترد على قصيدتها، وبتكلفك 4000 درهم، يعني 4 أنواط زرق. بس أنت المرة اللي طافت خذيت 2005.
هذه القصيدة كانت بداية، بس هذا رد، والرد يكلف. فلوسك زاهبة، المهم ترد عليها برد قوي اللي يكسر خشمها وينزل راسها تحت. ورفجة لكسر خشمها وخشم اللي يابوها. على اشرف جي الغالي لكسر خشم وخشم اللي يابوها. صبري شوي. وهذه القصيدة رد على قصيدته. انت شلون كتبت الرد وانت للحين ما قريت القصيدة؟ يا العنود انا شاعر من يوم في بطن امي، شاعر فطحل، ما باين علي فطحل؟ اي مبين. انا ما بعيز عن قصيدة كاتبنها ربيعيش هذا اللي توه يتعلم الشعر. حبيبي هذا مو ربيعي. اسف خطأ مطبعي، انا ما بعيز عن قصيدة كاتبنها حبيبي توه يتعلم الشعر. اي صدق هذا رد على قصيدته، كأنك تعرف شنو كاتب في القصيد. ما قلت لك؟ هات الـ4000. انت اكيد ساحر. لا انا شاعر. حسين عبد الرحيم مشكور شاعر. حسين عاشي تعال شوي. ان شاء الله استاذ. أمر شاعرنا. كم زبون عندنا؟ 5، وعلى فكرة هذين اللي تموا من أمس. خليهم يدخلون وأعطيهم موعد عقب أسبوعين يستلمون القصائد الجديدة. حتى ننظم نفسنا، تدرين ترى احنا انتقلنا من المكتب الجديد إلى المكتب الجديد، لازم ننظم نفسنا ونرتب أمورنا يكون ما نخسر زبايننا. إن شاء الله كل الأمور بتكون على هواك وعلى رضاك. أصلاً أنا مجهزة كل الملفات القديمة أمس بالبيت ومخلصتها. بارك الله فيك، هكذا أبغيش، حاضرة أول بأول. بغيت أقول لك شاعرنا ألف مبروك على السيارة الجديدة، يعطيك خيرها ويكفيك شرها. تدرين مكتب جديد لازم أبغي سيارة جديدة، يلا إن شاء الله يوسع رزقنا ويعطينا بزنس جديد الحين. أنت طيب وتستاهل كل خير. وانت يا عاشة ما تقصرين، طيبة وشغولة، ذكريني آخر الشهر بعطيك مكافأة 3 قصايد. مشكور شاعرنا. ألو مرحبا، هنا عمياج. الرقم موجود، انتي حياج في انتظارك. يا مرحبا أختي. مرحبا. 84. نعم. 100 درهم رسوم طارحة ومقابلة. مشكور أخوي. تفضل حياك. حياك. تفضل عامر. أبطال عمرك قصيدة ترن، تدري شو يعني ترن؟ لما يسمعها الحاضرين يقولوا صح لسانك، وإذا عيبتني صدقني لك حقك وزود. إن شاء الله بسوي لك قصيدة ترن، فالك طيب. فالك ما يخيب. زين تبغي قصيدة مدح؟ مدح فخر غزل. حسي أبوك هاي مو قصيدة، هاي ملحمة. قلت لك صدقني لو القصيدة جات مثل ما أنا أبا بشرب هبات الريح. حاضر فالك طيب، بس إذا بغيت القصيدة على قافة الهاء موضة الأيام بتكلفك. أنت قلت تم، وعندك بدل اسبوع اسبوعين ويو تام، وهذا العربون مجدم. تم. انا هني مو بيايينك عشان قصيده وحده، انا جايينك هني عشان اخذ منك قصايد بالجمله، لان عندي مغنيين ومغنيات يبون يغنونهم. اخي انا ما عندي مانع ولا خلاف ما دام ان في اتفاق من الاول. انا الغش ما احبه. تبغي قصايد مثل الجاهزه هذين موجوده، تم. ها انت قو اختار، ها موجود عندك الالبوم. ها اسمعني زين، أنا الشيء الجاهز مو ما أحبه، أبغي شيء مكتوب حقي أنا. بس يا أخوي ترى المخصوص بيكلفك.
فهمت قصدك. اسمعني. نعم. هذا الكيك الحين اللي بكتب لك اياه 100,000 عربون، من عقب ما تخلص القصايد بحطيك فوقهن 150,000. بصراحه ايش اقول لك، ما خليت لي جواب بعد. عقب اسبوع مر علي، ما دام انك رجل عملي انا احب اخدم اللي ما يكاسر. هذا الشغل ولا بلا، وهذا الزباين ولا بلا. أنا واه 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 اشكك يا بغير زندقي قنو خدا قوا وان قصيدة 20 درهم 20 درهم 20 نفر صغير شنو فيه؟ أنا ليت قصيدة مع الغربة. لارقي ها يبقى 20 يبقى سلام. يا سلام منو؟ غزل يا دل ها منو؟ شنو يا شنو يبا ها سفر ها شنو في؟ هذا في شعرية، هذا في قصيدة، هذا في شيء حلو واجد واجد. شعر مين شعر؟ هذا في نفر كبير واجد. شعر هندي؟ لا هذا في نفر عربية عربي. عربي كيف عربي؟ هذا ما يفهمه عربي. هذا ما يفهمه، أنا يجلس هنا مشان يترجمه. قصيدة شعر، هذا مكتب جديد في مال تشاينا، سيم مكتب مال انت. يس هو مش قصيدة. 1 for 1 قصيدة 500. ويلكم جود بلايس. شعر مالك عبد الرحيم؟ مبدوع الشعر ليه اليوم؟ رواه خلاص. يعني ايه خلاص؟ الحين داخل سوق كل شعرية كل قصيدة كل صينية خلاص، ما في بيع لهين. بيع 5 درهم 3 درهم 1 درهم سوقتي. أنا أبو وكم من يوم دكان واحد أحسوا 4 فرخوا جنم. مالك منهم شاعرنا، نحن أجدم وإن زبايننا. تسلطوا علينا، افتحوا دكاكين قاموا يبيعون مداويخ من القشة، قلنا ما علي. سووا لدلالها اللي صبهم من قدام، قلنا ما نروم عليهم. قاموا يسووا العبي الوحدة 200، قلنا نفاد. بس وصول للشعر إيه، بس شاعرنا أنا ما أدري كيف يسوون أصلا، هذيلا ما يخصهم شعرنا. لا تقولين عنهم انهم ما يعرفون، هذه ما شوقف في طريقهم، هذه الطهف. اي بس هذا شعر صعب، مو باي واحد يعرف له. سووها هي والله، سووها الصينيين. انا ما ادري كيف ياتهم الفكره، ترى هم تارسين الاسواق وكل شيء يبيعونه برخص. عليس من عيونهم هذين، شوفين صغار كبر عين الدبي، هذين اللي يشوفون ما مثل عيونها، تقولون عين بقره شايف حريجه. والحين شو بتسوي؟ شو بنسوي بعد؟ ربعنا قام يركضون ورا الرخص، لا عيبتهم عين المها ولا عين السولعي، قام يركضون ورا الدبي وخاوشون بيته.